هذا وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد قدرت تأثر الإنتاج بنحو 80,000 برميل يوميا نتيجة للحريق الذي نشب في خط أنابيب الزاكوت السدرة. هذا وأعلنت المؤسسة في بيانها أن فرق الإطفاء التابعة لشركاتها قد سيطرت على الحريق في أنابيب الزاكوت طيلة ليلة البارحة، وبدأت الفرق المختصة التابعة لشركة الواحة بأعمال الصيانة للخط، ومن المتوقع أن تستغرق هذه العمليات بضعة أيام.